وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، اليوم ثاني جلسات المحور المجتمعي، أهم ما دار فيها وخرج عنها. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هو اليوم الثاني للمحور المجتمعي، وهو أيضا نهاية الأسبوع الثاني للحوار الوطني. الجلستان الرئيستان هم قضية السكان والزيادة السكانية، وقضية التعليم ما قبل الجامعي. قضية السكان والزيادة السكانية والتعامل مع هذه القضية، كان هناك عدد من الأطروحات مقابلة للتحديات التي تم مناقشتها خلال الجلستين. جلسة بدأت من 11 وحتى الثانية، وجلسة بدأت من الثالثة وانتهت بالفعل منذ قليل. تحدثوا في الجلسة الخاصة بقضية السكان عن فكرة لجعل مجلس القومي للسكان هيئة مستقلة في حد ذاتها، أو أن تكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء أو لرئيس الجمهورية. أيضا تحدثوا عن آليات جديدة للتوزيع، لأن قضية السكان لا تعتمد فقط على الزيادة السكانية أو العدد السكاني، ولكن أيضا على يعني خطأ التوزيع وعدم عدالة التوزيع، إذا صح التعبير. 7 أو 8% فقط من مساحة جمهورية مصر غلى للسكان بشكل عام، أما الباقي فما زال يعني خالي من السكان. كان هناك أيضا نقاش عن في قضية السكان عن وضع منهج خاص للتدريس في المراحل الابتدائية والإعدادية للتوعية بأثار الزيادة السكانية وكيفية الاستفادة منها. خرجوا بشكل عام بأهمية وجود تشريعات سريعة للتعامل مع تحديد سن للشباب للزواج، وأيضا تغليظ العقوبات فيما يتعلق بزواج القاصرات. هذه نقطة القضية السكانية. أما بالنسبة للتعليم ما قبل الجامعي، فتناولوا عدة رؤى إذا صح التعبير. رؤية خاصة بالكوادر التعليمية وكيفية تطوير الكوادر التعليمية، وهم المدرسين بالطبع في الأساس، وكيفية نشر المدرسين وأعداد المدرسين، خصوصا أن الكثافة الأكثر داخل المحافظات الكبيرة مثل القاهرة أو الجيزة، ولكن آليات للتعامل لوجود حلول لزيادة عدد الكوادر التعليمية والمدرسين وتطويرهم وتدريبهم في جميع وباقي المحافظات. والجزء الآخر هي فكرة الوعي والتثقيف، التثقيف بشكل عام، استغلال قصور الثقافة على سبيل المثال في الفترات الصباحية، لا تعمل كثيرا قصور الثقافة في الفترات الصباحية، لجعلها يعني مكان يحتوي على جلسات. هذه الجلسات تكون لتوعية ثقافية، توعية سياسية، توعية مجتمعية. كانت هذه كلها أطروحات للخروج بحلول التعامل مع قضية التعليم وقضية الزيادة السكانية أو قضية السكان بشكل عام. كان هناك تحليل من بعض النواب فيما يتعلق بربط الفكرتين، كما تعودنا دائما هناك آليات لربط الأفكار للخروج بحلول أيضا تستجمع جميع الرؤى من جميع الفئات والأحزاب. كانت الرؤية الأساسية والقرار الأهم يعني الملمح للاتفاق عليه هو فكرة زيادة الوعي الثقافي عن طريق تنمية القدرات للشباب، وأيضا تنمية قدرات الكوادر التعليمية، وزيادة يعني الجزء المادي الخاص بالكوادر التعليمية والمدرسين للقضاء على دروس الخصوصية، مما يساعد على إعطاء الجهد الكامل إما في الفصول الدراسية الرئيسية أو حتى في الجلسات يعني المطروحة للنقاش بشكل عام، لتكون في قصور الثقافة وغيرها من الأماكن التي من الواجب حسب تعبيرهم يعني استغلالها على أفضل ما يكون، إما للتعليم والتوعية الثقافية أو حتى يعني زيادة تدريب الكوادر التعليمية بشكل عام. نعم، كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة، شكرا جزيلا لك.